التقت عقارب الساعة عند منتصف الليل إذانا باستقبال البشرية لعام جديد. نيوزيلندا كانت أولى الدول المحتفية نظرا لموقعها الجغرافي شرق الكرة الأرضية، فسحبت البساط الأحمر من تحت عام 2017 معبدة الدرب لخلفه. من سيدني زحفت الاحتفالات تدريجيا إلى الدول الأسيوية. أبناء البشرة الصفراء وحدتهم الأمنيات بعام أفضل، من الصين إلى تايوان فاليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية. الصورة أبلغ من الكلام والفرح أكبر من الوصف، والعد العكسي بدأ. مفرقعات البهجة كسرت عتمة الليل وتحدت برودة الطقس في روسيا، فغدت سماؤها لوحة من الجمال. توالت المراسم إلى القارة السمراء، ففي زيمبابوي التي تعيش على وقع انقلاب سقط الهم السياسي عند المحتفين وعلى صوت الموسيقى. القارة العجوز استعادت بعض شبابها ليلة رأس السنة في بريطانيا، محتفلة بعامها عند ضفاف نهر تايمز وعلى دقات ساعة بيج بن. ومن لندن امتدت الاحتفالات إلى باقي الدول الأوروبية، وهذا ما حدث. عربيا كسرت دبي القواعد واستبدلت المفرقعات بالليزر الذي زين أطول برج في العالم. أما بيروت فنبض قلبها ورقص. آمال العالم معقودة على العام الجديد بعدما طويت آخر صفحة من أيام سلفه بأفراحها وأتراحها. الكل ينتظر ويترقب ويسأل، ترى ماذا يخبئ عام 2018؟